في قرار عودة النشاط الرياضي وخاصة الدوري الممتاز في العودة الغير حميدة بالمرة. أستاذ محمد، طبعا في هذه الفقرة عايزين في أول سؤال كده، إيه رأيك في قرار عودة النشاط الرياضي؟ طيب بص، هو عامة قرار عودة النشاط الرياضي أنا شايف إن مصر كلها معترضة عليه تمام. ما عدا فريق واحد. تمام، يعني أنا شايف إن حتى الدولة لما أصدرت قرار عودة النشاط الرياضي ما قالتش المسابقات الحالية. تمام، إحنا كان لازم ناخد ريست شوية، نبدأ نستعد للموسم الجديد لحد ما ننتهي إن شاء الله على خير من فيروس كورونا. إن شاء تمام، الله. كنا نستعد المفروض حتى نبني موسم جاي جديد، انما بصراحه انا شايف ان في تعنت شديد على ان المسابقات الحاليه الموجوده تتم نشاطها مره تانية، مش عارف بسبب ايه بصراحه. بس بالرغم ان في اصابات داخل بعض الفرق الرياضيه في الدوري الممتاز، عندنا للاسف اعلام بيبرر الصفقات دي بانها خطا في الاحترازيات، فاهمني؟ وللأسف برضو ان احنا بقينا نتعامل لمصالح شخصية، كلنا كل واحد بيتعامل بمصلحته الشخصية، دي مصلحة في النادي الفلان، في مع فرقة الفلان، مع رئيس نادي الفلان، فعايز مصلحة الفريق حتى لو كان قرار عودة النشاط ده هيأذي ناس كتير مش فارق معاه، المهم ان هو المصلحة تمشي. تمام. تمام، في ناس مش هتعرف تقدم حاجة لجمعياتها العمومية إلا إذا تمت مشاركة الدوري الحالي اللي موجود دلوقتي. طب